من جديد أعزائي المشاهدين نحييكم في بداية حلقة اليوم من تعظيم سلام. أعزائي المشاهدين، يسعدني أن ألتقي ضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ محمود محمد الصغير إبراهيم، مدير إدارة أوقاف مركز ومدينة دار السلام سابقا. هو ابن قرية يحيى الحاجر بدار السلام بمحافظة سوهاج. فضيلة الشيخ، بنرحب بفضيلتك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا، مرحبا. عن فضيلة الشيخ محمود، من هو فضيلة الشيخ محمود؟ محمود محمد الصغير، درست في الأزهر في كلية الشريعة جامعة الأزهر، وكان لي عظيم الشرف أن أنتسب إلى الأزهر في التعليم لأني من أسرة أزهرية. والدي رحمه الله أزهريا، تعلم في الأزهر قبل قانون تطوير الأزهر، كان شيخه الشيخ محمد عبده، وكان هنا في كبار علماء الأزهر الشريف. نعم، كبار علماء الأزهر الشريف. نعم، تتلمذ على أيديهم. كان في البداية تدرس علوم الشريعة وعلوم الأزهر في جرجة. كان الشيخ إبراهيم نوفل والشيخ عبد الرحيم الأسيوطي كانوا مشايخا لوالدي، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأزهر الشريف، إلى الجامع الأزهر. تمام. فتعلم هناك في الأزهر، كانوا يعني لا يحبون الوظائف، وإنما كانوا يتعلمون العلم المحض. العلم من أجل العلم. لأجل العلم ولأجل الشريعة ولأجل القرآن ولأجل علوم السنة. ولذلك كان هو رحمه الله هو الذي زرع بذرة معهد دار السلام، حيث كانت بعثة الوعظ دائما وابدا ترسل قوافل، يرسل الوعظ القوافل الى عموم جمهورية مصر، فكانت قافلة الوعظ او بعثة هيئة الوعظ بقيادة مولانا فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز مدير عام الوعظ آنذاك، جاءت هنا إلى أولاد يحيى ومكثت 3 أيام. ودعي لها خيار الناس وكابر البلاد وأعيانها وعمدها ومشايخها. فطلب من والده في نهاية طلب والده من الشيخ دراز رحمه الله في نهاية اللقاء، زيارة البعثة، أو اللقاء، طلب منه إنشاء معهد أزهري في قرية أولاد يحيى، في أي مكان، في أي مكان. فكان من طلب الشيخ إنه محتاجين لخمسة أفدنة للمعهد، وكان لحسن الطالع والحظ جالسا العمدة عبد الرحيم رضوان. تمام. فعبد الرحيم رضوان تبرع بخمسة أفدنة ومعهد دار السلام حاليا خمسة أفدنة كاملة. تمام. بما فيها المسجد. تمام. الذي بناه عبد الرحمن رضوان رحمه الله. مساحة كبيرة فضيلة الشيخ، يعني خمسة أفدنة لمعهد، يعني مساحة كبيرة، خمسة أفدنة كاملة. وهذا في سنة كام تقريبا؟ ربما 48 أعتقد. مدة كبيرة، سنة 1948. والشيخ عبد الرحيم رضوان رحمه الله تبرع بالخمسة أفدنة، وتبرع ب 500 جنيه وكتب على نفسكم بيالة لإنشاء المعهد. أكيد ال 500 دي كانت تشتري 50,000 مثلا دلوقتي؟ لا لا، واكثر من ربما 5 مليون جنيه. يا 5 انا كانت 48 500 كانت تشتري 4 او 3 أفدنة على الاقل.
يبقى 5 مليون في خمسة ايام. مليون. فهنا طبعا ده يدل على الـ على الـ على الاصاله السخاء والحب في والحب والحب في الدين والحب في العلم والتبرع والبذل والحب في الاوطان كذلك. تبرع بخمس افدنه وتبرع ب 500 جنيه في فقط يعني كان الجنيه يساوي 1000 جنيه، يعني ده يدل على انه اهالي دار السلام وبالتحديد اولاد يحيى لديهم الكرم والعطاء والسخاء. نعم حبا. نعم في الله والوطن والحب. نعم حب والحب في الدين والوطنية والانتماء. بعد ذلك طبعا رحب مولانا الشيخ محمد عبد الله دراز وانشئ المعهد واجري المعهد قبل انشاء المعهد الحالي في مضيف علي عبد الرحيم رضوان. كان فيها الفصل الاول الاعدادي فقط، وكان والدي يذهب يوميا للتدريس في المعهد لان لندره المتعلمين ولا لندره العلماء. هو ما كانش موظف بس كان يروح لا كان يحاضر ويلقي الدروس. ده مش يلقي الدروس وبس، كان واخد على طول جدول في المعهد يعطي الفقه المالكي ويقضي السيرة والقرآن والأحد والحديث والتعليم والحديث. والتعليم في الأزهر كان شبه كده فضلت الشيخ زمان، كان كان يجي العلماء زي مثلا الإمام محمد عبده أو غيره يعمل حلقات كده داخل الأزهر الشريف ويلقي الدروس ومن كانت له رغبة في علم معين في الجامع الأزهر كان يجلس للشيخ فلان فهو أستاذ علم الحديث. مظبوط. والذي كان دون التقيد بالوظيفة والمال والحضور والانصراف بدون التقيد بالحضور حبا في طلب العلم فقط. الله ينور عليك. من كان يريد مثلا علم القراءات علوم القرآن علم القراءات كان يجلس للشيخ فلان، وكان يحب علم الطبيعة ويدرس علم الجغرافيا مثلا كان يجلس للشيخ فلان. ومن كان وكانت الموضوعات متعددة والمجالس متعددة والحلقات متعددة في الجامع الأزهر، ليست حلقة واحدة بل حلقات. فالمعهد بتاع دار السلام يعني استقى الفكره دي من الازهر الشريف. نعم. انه كان مثلا الوالد متخصص في الفقه او في الشريعه يروح يلقي الدروس. حكى لي اساتذتي رضي الله عنهم واكرمهم وبارك الله فيهم. مثلا شيخنا الشيخ احمد مهدي اعطاه الله وفور الصحه والعافيه حكى لي عن والدي كان استاذا للفقه المالكي. كان يدرس وبعد 3 سنين بني المعهد والازهر اعد له من المدرسين. فطلب من والدي التدريس فابى التدريس في المعهد لانه طبعا ما كانش ابناء الاعيان يحبوا الوظيفه. كان من الاعيان ووجهاء دار السلام فهو ما رضيش فكره ان الوظيفه لدرجه انه في الاول كان عرض انه هو اللي يتبرع ب5 افدنه لبناء المعهد. ولما تبرع المرحوم العمدة عبد الرحيم رضوان ب5 افدنه وزاد على ذلك تبرع ب 500 جنيه الذي ذكرناه. كل ده في صالح الاهالي هنا في ولذلك نحن اسرتنا بالكامل ازهريون. فخور بكم. نعم نعم وانا افخر بالازهر واعتز. فضلت الشيخ بتقول لك لا الازهر ده يعني ايه فيهوش علوم زي الطب والهندسه والنجاح الباهر في الكليات العامه والكليات الخاصه. بالعكس انت هل تعلم انه كليه الطب جامعه الازهر حازت على الدرجه الاولى العالميه في علوم الطب في السنوات السابقه طبقا للاحصائيه دي ولا الاحصائيه عالميه كليه الطب جامعه الازهر. تمام. فالازهر يدرس قواعد الدين. أيوة. وقواعد الشريعة. التي لا يختلف عليها 2 في العلوم الشرعية. تمام. ومن هنا يكون في العلم الاضطراد والانضباط. لا زيغ ولا بعد عن الطريق الصحيح.
في منهج الرحمة، في ثوابت منهج الرحمة، منهج كلما ضاق الأمر اتسع، قاعدة فقهية شرعية مثلا، كلما ضاق الأمر اتسع وكلما اتسع ضاق، يعني الدين فيه رحابة، ليس فيه تشدد ولا التملق، وإنما علاقة صافية بين العبد وربه. تمام. الدين تمام. لا رياء ولا مظهرة ولا سلوكا خبيثا. لا، ما الحكاية تجديد الخطاب الديني اللي بننادي بها دي وتنقية الكتب الأزهرية فضلت الشيخ؟ والله هو الكتب الأزهرية منقاة، لكن للأسف الشديد من يريد ويحب أن ينقي الكتب الأزهرية لابد وأن يكون أعلم العلماء بهذه الكتب. لكن لمجرد فكرة معينة أو لمذهب معين لم تعجبه، استشعر أن الشريعة الإسلامية أسلوبها متشدد أو شديد، لا، ربما في أكثر من المذاهب غاية من واختلاف المذاهب رحمة زي ما بنقول. نعم يعني أنا ما عجبنيش المسألة دي في المذهب يعني الفلاني أروح للمذهب الثاني ممكن ألاقي. ولذلك لو بحث، لو كان هو عالم ودرس في كتب الفقه الشرعية والعلوم الشرعية لوجد أن المالكية عندما يتكلموا عن الأحناف يقولون السادة الحنفية، والأحناف عندما يتكلمون عن المالكية يقولون السادة المالكية، تكريما وإجلالا، إعلاء لشأنه وتكريما له. ولذلك وكذا الحنابلة يقولون السادة الحنفية والسادة الشافعية، والأحناف يقولون السادة الشافعية، وهكذا. والأحناف يبدون آراء الشافعية خاصة المتأخرين، المتأخرين في علم الفقه الحنفي، بصفتي أنا متخصص في الفقه الحنفي لأني حنفي المذهب. المتأخرين في المذهب أخذوا بآراء الشافعية، ولذا في كتب الفقه الدين كله مكمل لبعضه في النهاية تحت شريعة إسلامية، وكل من رسول الله ملتمس عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب نرجع للعمل في الأوقاف، لكن الفهم لابد أن يكون بفهم اللغة العربية الصحيحة. فعلى سبيل المثال القرآن الكريم فيه من المجاز، والسنة النبوية فيها من المجاز، وهذه لغة العرب آنذاك. فلو أخذ المجاز على الحقيقة لا، يبقى مشكلة في الألفاظ والأساليب. لابد أن يعرف أولا أسلوب الحديث في السرد ومعناه، ويفهمه فهما عميقا بخلاف الفهم الظاهري. الفهم الظاهري مصيبة. هو ده اللي بيسبب التشويش. وتشويه الفكرة والمعنى عند اللي هم الناس اللي بيتصيدون، لا يعرفون حقيقة اللغة العربية، بياخذوا ظواهر بس، أو ليس عندهم العمق في فهم اللغة العربية وعلوم الشريعة. لكن الذي عنده العمق والفهم في علوم الشريعة يفهم أن المقصد من هذه الآية كذا، والمقصد من الحديث كذا، والمقصد من أقوال الصحابة كذا. والإسلام دين الرحابة، يعني قاعدة فقهية، العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، أينما وجدت العلة وجد الحكم. يعني معناها يختلف الحكم في الصيام مثلا عن الرجل الكبير القادر على الصيام، نقول له لا، أنت يجب عليك أنك أنت تطعم عن كل يوم مسكين. الرجل كان مريضا وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتلم، فقال له الصحابة لابد أن تغتسل، الجو برد وشديد وأنا مريض، قالوا لا بل تغتسل، فاغتسل فمات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهم قال قتلتموه قاتلكم الله، انتم هم عايزين، كان اولى لكم ان تقول له تيمم بدلا عن الوضوء. يبقى الاسلام اباح واجاز العديد من التسهيلات والتيسيرات. نعم، والاسلام فيه كثيرا من الرخص. تمام. نرجع للعمل في الاوقاف يا فضيله الشيخ. نعم. حضرتك انت بعد ما تخرجت عملت امام هنا في المسجد. انا لما تخرجت مكثت فترة في الدراسات العليا في جامعة الأزهر. تمام. ثم بعد ذلك
تقدمت لفضيلة الدكتور كان وزير الأوقاف مدتها بطلب لأني أنا أكون إماما. تمام. لأني كنت قبل هذا الطلب. لأني كنت إماما في القوات المسلحة. تمام. وتهيأت من القوات المسلحة للإمامة. واستشعرت أن الإمامة عمل جيد جليل فيه القرب من الله والحب من الناس. تمام. فتقدمت لوزير الأوقاف محمد علي محجوب. الدكتور محمد علي محجوب. زمان بقى. زمان. في 89. فالدكتور محمد علي محجوب الله يرضى عنه ويبارك فيه. أعطاني الموافقة مباشرة. تمام. ما كنت عملة نادرة في أيام هذه. على طول. وهنا ذهبت للإدارة في الوزارة لشؤون الدعوة. لا لشؤون الأئمة. لا لشؤون الأئمة. أيوة نعم الإدارية. شؤون الإدارية. المهم حصلت على الشؤون الإدارية. موافقات. دخلت للشؤون الإدارية. فالشؤون الإدارية قالوا أتي بموافقة القوى العاملة. القوى العاملة كانت رشحتني في التدريس. فلم أستطع. تمام. فمكثت فترة لغاية أول مسابقة في 97 في الأوقاف أعلنت عن حاجتها للأئمة. تمام. فتقدمت في المسابقة في 97 للإمامة وكنت من الناجحين. الله. ولم ينجح في هذه المسابقة ربما لا يزيد عن 30 واحد على مستوى الجمهورية. تمام. وكنت منهم الحمد لله. أنت يعني زي ما بيقولوا كده ابن الوز وأنت من أسرة ومحب كلها أزهرية وكلهم أئمة وعلماء يعني. ومحب للدعوة. ومحب للدعوة. ويشهد الله على ذلك. أحبك الله. الله يخليك. الدعوة يا مولانا يتطلب ايه؟ يعني احنا عايزين نستفيد من فضيلتك دلوقتي، بيسمعنا صغار الأئمة اللي هم الشباب اللي هم لسه مثلا بيدرسوا في كليات أزهرية وعايزين يبقوا أئمة، أو صغار الأئمة اللي هم أصبحوا أئمة بالفعل بس لسه يستفيدوا من خبرات العلماء الكبار زي حضراتكم. الدعوة ماذا تحتاج في هذا الرجل الذي يقدم الدعوة ويدعو باسم الله في المساجد؟ أولا أن يكون مخلصا لله. بمعنى أن يمشي على منهج الشريعة في حب عمله وفي حب وطنه وانتمائه، ثم ثانيا أن يقرأ في الكتب الشرعية التي درسها وقرأها، يعني يسقي نفسه بالمهارات والعلوم الصحيحة. نعم. فهو أخذ مفتاحا بحصوله على الليسانس. فأخذ مفتاحا للعلوم، يعرف من خلاله كيف يطالع العلوم الشرعية والكتب الشرعية. العلوم اللي حضرتك عايز يقراها دي قديمة ولا حديثة؟ كتب قديمة ولا كتب حديثة؟ وهل يختلف العلم في القديم عن الحديث في الأزهر ولا إيه؟ هو يجب أن يعرف الإمام كل شيء حديث وقديم. تمام. حتى نشرات الأخبار والأحداث والحياة العامة، لأنه معالج للمجتمع. مظبوط. صح. معالج للمجتمع في كل قضاياه. لكن يقرأ كل شيء في العلوم الشرعية من خلال دراسته هو الأزهرية. تمام. سيفند الأخطاء، يفند الآراء التي لا تصلح. تمام. وهكذا هو زي الطبيب بيعالج. نعم. فئة في مشكلة في المجتمع بيشرحها ويعالجها ويقدم حلولها ثم يكون له شيخ يرجع إليه من أهل العلم. الإمام يرجع، يعني لا يتكبر عن أن يذهب إلى واحد من المشايخ يعرفه أهل
للعلم يتعلم عليها أحكام تلاوة القرآن وعلوم القرآن ويتقن قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يا أم الناس أقرأهم. يبقى الإخلاص لله، الاطلاع والثقافة والمعرفة، نعم، اتباع شيخ من المشايخ الكبار، نعم، للتوجيه والإرشاد. نعم. في حاجة ثانية ولا دي بعض المواصفات؟ بعض من المواصفات. بعد أن يتحلى هو بالأخلاق الكريمة فيكون هو مثالا للمجتمع، مثالا نموذجا للسنة النبوية في المجتمع. يعني ما يكونش الإمام محارب جيرانه مثلا ويدعو بعد ذلك لعدم القطيعة والحب وهكذا، لابد أن يكون قدوة للمجتمع. مظبوط يا فضيلة الشيخ. يمكن حضرتك قلت لي أنك كنت إمام في القوات المسلحة أو في مساجد القوات المسلحة أثناء فترة التجنيد. في الفترة الأخيرة يعني شهدنا والعالم كله شايف أنه فيه بعض الفكر اللي هو العدواني اللي بيقتل أبنائنا من القوات المسلحة سواء ضباط أو جنود. الفكر ده وحضرتك يعني أنت رجل إمام ودارس أزهر، هم بيقولوا إحنا بنقتل باسم الدين، باسم الإسلام، باسم الله. وجهة نظر حضرتك في هذه الفئة وكيفية معالجتها أو حتى يعني مجابهتها؟ والله هذا الفكر فكر غريب جدا عن الإسلام، تمام، ولا ينتمي للإسلام بشيء. وللأسف الشديد نحن الأفكار. أنت بتسمع استشهد مثلا جندي فلان حتى من دار السلام هنا احنا سجلنا مع أسر شهداء كثيرة استشهد. طب إيه ذنب الجندي اللي هو بيوقف يدافع عن وطنه وعرضه؟ إنه كيف يقتل المسلم الإنسان، لا أقول المسلم فقط، تمام، أولا كل دم حرام سواء مسلم أو غير مسلم، مسلم أو غير مسلم. ربنا كرم الإنسانية بصفة، نعم، بكل الصفات، تمام. لكنه كيف يقتل المسلم أثناء إفطاره في نهار رمضان؟ يعني الجماعة اللي قتلوا المجموعة اللي كانت في نهاية صوم في حالة، طب هم على الصيام وانتوا هتموتوا على الكفر. الله، تمام، لأنكم لا تعترفون بقواعد الفقه ولا شريعة. معقول لحضرتك احنا لقينا من هذه الأنواع فضل وثواب الجماعة أو الجنود الأبطال اللي هم استشهدوا في هذه المواجهات يا فضيلة الشيخ؟ نعم، هم برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، والله تعالى يقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الله، تمام. الدفاع عن الوطن والأرض وحفظ مقدراته، الشهادة في سبيل هذا تعادل الشهادة في سبيل الله؟ نعم. أم هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ نعم. نعم، الدفاع عن الوطن يجب على كل المسلمين، الدفاع عن الأوطان والدفاع عن البلاد، ويعلمنا في ذلك قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالانتماء إلى الوطن عندما هاجر من مكة إلى المدينة، نظر إلى مكة نظرة وداع قائلا والله إني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أراك تأثرت فضلة الشيخ. نعم، ودموع عينيك يعني غالية، أهو تأثرا في حبا برسول الله أم تمسكا وحبا لأرواح الشهداء أم تمسكا وحبا في هذه الأرض التي نعيش عليها وتحمينا؟ والله حبا في وطننا وأديمه الذي نشأنا عليه.
المشاهدين، يعني كانت حلقة اليوم من تعظيم سلام حلقة قيمة وهادفة. كان ضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ محمود محمد الصغير إبراهيم، مدير عام إدارة أوقاف مركز دار السلام بمحافظة سوهاج سابقا، وابن من أبناء قرية أولاد يحيى بدار السلام. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة. وتعظيم سلام.